السلام عليكم. اليوم حنتكلم عن زراعة الفاصوليا. يعني مثل ما تلاحظوا، يعني الفاصوليا البيضاء، يعني في أنواع يعني كثيرة من الفاصوليا. في يعني الفاصوليا الخضراء، وفي الفاصوليا البيضاء اللي احنا حنزرعها اليوم، وفي الفاصوليا الحمراء. طيب، يعني قبل الزراعة يعني قمنا ب يعني استغلال هذه الأرض وحرثها، يعني عمل زوز خطوط مثل ما تلاحظوا، زوز خطوط. طيب، يعني زراعة الفاصوليا يعني تكون مسافة ما بين يعني البذرة والبذرة 5 × 5 إلى 10 سنتي. طيب، احنا حنزرع يعني ها يعني حنزرع هيك، يعني حنزرع ونفرجيكم. مثل ما تلاحظوا قمنا بوضع البذور على مثل هذه الطريقة، على هذه الطريقة، يعني من جهتين، من هذه الجهة ومن هذه الجهة، يعني من الجهتين. يعني تاريخ الزراعة، يعني زراعة اللوبيا البيضاء تكون في شهر مايو، في شهر مايو، والحصاد يكون في يعني شهر جوان، في شهر جوان، لأن يعني الفاصوليا ما تتجمعش فرد محصول، يعني كل يعني شهر محصول. وهلا حن يعني هنقوم بتغطية غطينا الفاصوليا او اللوبيا يعني بهذه الطريقة مثل ما تلاحظوا، يعني خطين. وهلا يعني مثل ما تلاحظوا هذه هي خطين. وهلا هنقوم يعني بسقيها بالماء، ومثل ما تلاحظوا يعني قمنا بسقي اللوبيا، حنتابعها ان شاء الله، حنتابع يعني برنامج التسميد، لانه يعني اللوبيا تحتاج الى كثير يعني من الخدمة مثل ما تلاحظوا. يعني في يعني ناس يعني بتزرعها على خطوط، يعني مو يعني بالضرورة على أسطر، يعني مثل ما تلاحظ في ناس بتزرعها يعني على يعني بتزرعها في أحواض. ان شاء الله يكون يعني عجبكم الفيديو، ولا تنسوا طرح اسئلتكم والاشتراك في القناة، والى اللقاء في فيديو قادم.